1 2 3 4. مولاي انتفاني جفاهن الكرار، مولاي مولاي مولاي. والشوق لعجه بقلبي خيما، مولاي عمل مولاي عمل مولاي لي عمل. الله علي تكرما واجل جزاء وأنعم ليل يا عين يا ليل يا ليل يا ليل. مساء الخير، شو المفاجأة الحلوة. شكرا شكرا. أولا صديقي العزيز طبعا كان معي في المسرح العسكري أستاذ عامر. والله شو المفاجأة هاي الحلوة. تحياتي لأبو سام حبيبي. الله حبيبي قصة اللي ما شايفها. الله يسلمك. بدي أقول لك إنه وجودك معنا إضافة كثير كبيرة، نحن بنتعلم منك. شكرا. أنت أستاذ. شكرا التواضع هذا. أنا عندي أطلب منكم طلب بسيط. تفضل. أريد عندي إني وسطة صغيرة من مقام النهاوند. تفضل شرف شرف تفضل. سلاما من ندى قلبي سلاما على بلد فتنت به غراما، سلاما من مدى قلبي 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 سلاما على بلد فتنت به غراما. عاشت لبنان، عاش العراق، عاشت بغداد، عاشت بيروت، عاش العراق، عاشت لبنان. الله 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 الله. طول عمرك يا رب ويعطيك القوة والصحة. كنا دائما دائما لما نحكي عن The Voice نقول انه هذا البرنامج بيرتكز على الصوت. نحن دائما لما بنختار ما بنكون عم نعرف من هو الشخص اللي هو عم بيغني، وهيدي ميزة هذا البرنامج اللي هو فعلا بهمنا الصوت وبس. انا بحييك وانا اتشرف انه انت تكون معي بالفريق، وانا سعيد انه برامج على فكرة. سلام يا حبيبي. أنا من حقي على فكرة، لأن أنا فريقي 13 واحد وما من حقي، ولكن احتراماً لصوتك الرائع والله العظيم ما عرفت أول مرة، تفاجأت من شفت عامر شو جابك شو وداك. نتشرف بوجودك معنا ومع أستاذ عاصم. أشوفك أحضنك لأنه صار من 2000 ما شافك. مع انضمام الصوت الأخير لفريق عاصي انتهت مرحلة الصوت وبس. تقدروا تسمعوا الأصوات اللي وصلت لقلوبكم كمان مرة، وتعيدوا مشاهدة الحلقة الأخيرة من الصوت وبس
من خلال شاهد.net. شكرا شكرا. ازاي حرم الناس من صوته الحلو؟ عامر والله عندي ذكريات. ذا فويس ابد مو سهل يعني، يراد معنويه عاليه، يراد صوت متمكن، يراد حنجره كبيره، يراد ثقافه عاليه موسيقيه حتى يقدر يجتاز المراحل، يعني مراحل يعني صعبه جدا. عامر توفيق استاذ مدرسي، انا معي بفريقي معلم للموسيقى، انا حاستفاد منه مش هو حيستفاد مني. فعلا هو الصوت اللي بيستاهل يقف على هذا المسرح.